ديالي سميتي إلهام، مدينة وجدة. عندي المشكل ديالي مع الراجل ديالي اللي سمح فينا، هذه تقريبا 7 شهور هذه اللي سمح فينا، وشهر 7 سمح فينا. صافي كانوا عندي مشاكل انا وياه، صافي هو دروك رحنا في المحكمه، دفعت انا الطلاق ديالي وراني انا وياه في المحكمه. عندي جوج ولاد وبنت. خويا كيضربني، يضربني في الليل، يجرع عليا، يقول لي روحي خدمي. كنت نخدم في القهوه نحسن الماعن، يعني هو يشد لي البز وانا نمشي نخدم، نمشي نجيب له المعاونه، نجيب له العيد. تكرفصت مع هاد السيد ومنين ينوض يقتلني بالعصا، ما يرحمنيش. جابوه لي واحد الناس ما كنتش نعرفه، قالك باغي المعقول وباغي يتزوج. صافي هضرت معاه غير مره، شافني غير من السرجم، ما كناش نخرجوا، حنا راك عارف جهه شرقيه شويه، ما كناش كاع نخرجوا. شافني غير من السرجم صافي وجابوه عليا. انا الصراحه كان معايا مليح، ما نكروش الخير، كان معايا مزيان. غير تزوجنا فرقنا على دارهم، صافي بقى يعنفني، يا اللي خرجتيني على دارنا، يا اللي درتي الاول عنده ولا ما عندوش، يعني باغياته. يعني داك العنف هو اللي خلاني فهمت، عقدت، هو اللي خلاني نوصل هاد الشيء. كون ما كانش يضربني ويتهلا فيا، يعني غير بالقليل ويتهلا فيا، معليش كاع الناس راه عايشه غير بالقليل وهانيه. خرجني مع الحضاج نتاع الليل، يجيو عندي خواتاتي يبغيو يديوني وانا ما نقدش نمشي عند نسابنا راك عارف، ونولي عاوتاني عنده. يعني هو كان يقول لي ما عندكش فين تمشي، لا والي لا تالي، ما عندكش فين تمشي. يعني هو من دوري دوري تولي تالي عندي. لقيتها ما جاش عندي، ديك الساعه اللي خرجت فيها ما جاش عندي، كنصونيو عليه ما كيجاوبناش، كيبلوكيني ما كيردش عليا. تا صونا عليه ولدها صدق واحد الفوكالات، عاد رد علينا. انا هو راه خو بغاو غير ولادك يهضروا معاك، ماشي انا اللي نهضر معاك، راه غير ولادك هما اللي بغاو يهضروا معاك. خويا انا بغيت غير اللي يعاونني في الكرا ديالي والماكله ديال ولادي، هادشي اللي كاين، والحليب وليكوش، هادشي اللي طالبه حتى حاجه ما كانش. مشيت ندور على الخدمه والله ما لقيت، خدمت في القهوه. واهو منين خرجت من عند السيد صونالي مول القهوه، صونالي مول القهوه قال لي راك عارف عجبتيني وهاديك وما نقدرش ندير داكشي، فهمت. ما محتاجه غير الماكله نتاع ولادي والحليب وليكوش وباش نخلص الكلمه، ما محتاجه حتى حاجه، ما بغيت حتى حاجه، بغيت غير هادشي. انا غير وليداتي ما نشوفهمش هكاك مقهورين، ما نشوفهمش. هذيك هي الدنيا وما فيها والله اخويا. العنف اللي ما عمرني تعنفت، تعنفت في الزواج ديالي، تعنفت واحد العنف اللي كاع بحثو، مرضت ثانيا ومرضت